أهلا بكم طلاب المرحلة الثانية، نبدي وياكم إن شاء الله اليوم محاضرة المحاضرة الثالثة اللي هي راح نشرح بيها ناخذ الكونتنت اللي موجودة عندنا بالنيك، واللي هي مثل ما تعرفون احنا انيش عندي بالنيك، عندي الفارينكس منطقة البلعوم والثايرويد جلاند والغدة الدرقية، بالإضافة إلى القصبات الهوائية التراكي والأيزوفيجس المريء، واللي هو راح ناخذ في نبذة مختصرة عنه. يمكن شوية نركز على منطقة البلعوم لأن هي باعتبار المنطقة اللي الأشهر اللي تكون بهاي يعني منطقة النك. فنيجي على الفارينكس. شنو الفارينكس؟ الفارينكس is a muscular tube lying behind the nose, oral cavity and larynx. إذا هي عبارة عن أنبوب عضلي يكون موجود خلف الأنف والأورال كافيتي بالإضافة إلى الحنجرة. زين، it may be divided into، أحيانا يقسمون لأن مثل ما تعرفون أنتم منطقة الفارينكس منطقة البلعوم هي منطقة حلقة ربط خلينا نقول بين الجهاز التنفسي وبين الجهاز الهضمي، فأحيانا يقسموها إلى منطقة النوزل والأورال واللارنجيال بارت. طبعا النوزل بارت، نوزل بارت اللي هو الجزء اللي يرتبط مع الأنف، the nozzle function in only the respiratory، النوزل يكون دائما الفانكشن مالته هو مع الريسبيراتوري مع الجهاز التنفسي فقط، while both the oral and laryngeal part have digestive as well as the respiratory function. And they all seen in the sagittal section of head and neck. كلها احنا هاي هذا المقطع كليته اللي هي النوزل واللارنجيال والاورال بارتس راح نشوفها بالساجيتال section of head and neck. Okay, so it may be divided into a nozzle, oral and laryngeal part. It's upper. الجزء العلوي يكون wider and lying under the skull، يكون دائما أعرض ويقع بالضبط في منطقة الجمجمة، while the lower section الجزء السفلي من الفارينكس يكون narrow and becoming continuous with the isophagus opposite to the six cervical vertebra، يكون عادة أضيق وهو مستمر مع الأيزوفيجس مع منطقة المريء وموجود في منطقة الفقرة العنقية اللي هي السادسة vertebra، six vertebra. The pharynx has a muscular membranous walls، يكون يحتوي على غشاء عضلي والذي يفقد من الجزء الأمامي، والذي يكون الجزء الأمامي مالته، بس العفو طلاب بس إنه أصوات أولادي آسفة جدا طبعا، يكون الجزء الأمامي. The pharynx has a musculomembranous wall، يحتوي على غشاء عضلي مخاطي، which is deficient anteriorly، it is replaced by، يكون مفقود في منطقة الأمامية ويعني يعوض عنه replaced by the posterior opening into the nose، اللي هي الفتحة اللي فتحات الأنف، and also opening the بس خليه يمكن على الرسم شوية أشرح لكم إياه على الرسم. هذا هو الرسم اللي عندي. اوكي خلا اطلع القلم مالتي حتى دائما نشرح القلم. عندي طبعا هذا هو الاورال كافيتي، اوكي هذا الاورال كافيتي، هذا جزء الاورال كافيتي، وعندي النوزل فارينكس، هذه هي منطقة النوزل فارينكس والاورو فارينجيال، وتحت المنطقة هاي الوردية اللي هي لارينجيال فارينكس، هاي ثلاث مناطق اللي عندي اني ف posteriorly opening into the nose، هذه هنا تكون الفتحة مالته نحو الأنف، و opening into the mouth وفتحة نحو الفم، و inlet of the laryngeal، أيضا عندي دخول إلى منطقة اللارينكس اللي هي الحنجرة. زين، by means of the auditory tube the mucous membrane is also continuous with that of the tympanic cavity. طبعا هنا عندي شنو؟ عندي دخول او انت اذا الاوديوتوري تيوب او هي ايوستاشيان تيوب اللي هي القناة السمعية، which is located into the lateral wall of the nasal pharynx. Connected the middle ear to the pharynx and serve to equalize the barometric pressure. Okay. شنو وظيفتها؟ اللي هي auditory، يمكن موجودة عندي بالصورة اللي هي هنا، اللي هي هاي الصورة عندي واضحة بيها الauditory هنا عندي اللي هي eustachian
تيوب نفسها، هي اوستيشن تيوب نفسها اللي هي تعطيني تعتبر تكون موجودة into the lateral wall of the nasal pharynx في الجزء الجانبي من النوزل pharynx، connect the middle ear with the pharynx، تربط الميدل اير مع الفارينكس. لهذا دائما اللي يصير عنده التهاب بلعيم دائما شنو يصاحبه؟ التهاب بالاذن الوسطى، واللي تكون دائما محمله في باس قيح احيانا في بعض الاحيان، وتشوف عندها الم كل الشديد في منطقه الاذن because it is connected to each other. So it is connect to the middle ear to the pharynx and serve. هي شنو وظيفتها بالضبط؟ serve as equalizer to barometric pressure. اوكي تسوي لي معادله بالضغط بهالمنطقه. طبعا تكون بالاطفال تكون اصغر طولا من البالغ، ولهذا واحيانا اذا صار عندي التهاب اللي هو يسموه اوتيتايتس ميديوم، اللي هو يكون عاده سيفير بين بالاضافه الى الفيفر، يكون اعراضه حراره شديده وبالاضافه الى الم شديد في كلش جدا في منطقه الاذن. اوكي واضح هسه عندي هنا. اما بالنسبه للمسكولر اوف راح اشرح لكم المسكولر المسلز اوف ذا فارينكس قبل ما اشرح الاقسام اللي هي اللي انا قسمتها للفارينكس. احنا مو قسمنا الفارينكس الى اورال ونوزل واورال وفارنجيال. قبل ما اشرح هاي الاقسام راح اشرح لكم العضلات اللي هي بهاي المنطقه. هذا الرسم بس حتى يوضح لك منطقة الارتباط بالأذن اللي هنا مثل ما تلاحظون، هذا هو النوزل فارنجي، وهاي عندي الأوديتري والإيستيشيان إيوستيشيان كانال، والإضافة إلى القناة السمعية هنا والارتباط مالتها شلون دي يصير وليش دي يصير عندي الالتهاب دائما عادة مرتبط مع يكون يعني التهاب البلعيم يكون دائما وياه مرتبط مع التهاب الأذن الوسطى. واضح؟ اما بالنسبه لي المسلز اوف ذا pharynx، مسلز اوف ذا pharynx هاي هي العضلات اوف ذا pharynx. خلينا نحضر قلمنا. شوف قبل ما اشرح لكم الشرح المكتوب عندكم بالملزمه، عاده اني عندي العضلات الموجوده بمنطقه النك او منطقه اللي يتحكم بالفارينك بالفارينكس بالبلعوم مقسمه الى قسمين اللي هي الاوتر سيركولر لاير والانر لونجيتودينال لاير. عندي الخارجية اللي هي تكون circular layer، تكون شكل دائرية outer circular layer. اوكي الاوتر circular layer اللي هي هسه اشرح لكم اياها. الاوتر circular layer اللي هم هذولي تشوفوهم، اللي هم مقسمة الى الانفيرير، مقسمة الى الانفيرير، والانفيرير مقسمة الى قسمين اللي هي ثايرو فارينجياس والسيركو فارينجياس. اوكي مقسم على قسمين، الثايرو فارينجياس اللي هي هاي الثايرو فارينجياس والسيركو فارينجياس، وعندي الثانيه اللي هي سيركو فارينجياس. زين اول وحده، والثانيه هي الميدل كونستراكتر، والثالثه اللي هي سوبيريور كونستراكتر. اذا انا عندي اول وحده اللي هي الاوتر سيركولر لاير مقسمة إلى ثلاث أقسام، الانفيرير كونستراكتر والميدل كونستراكتر والسوبرير كونستراكتر. والانفيرير كونستراكتر أيضا تقسم إلى قسمين اللي هي الثايروفارينجياس والسيركوفارينجياس. أوكي and each of them construct the proper volume of downwards. دائما تكون وظيفتها هي التخلص بهاي المنطقة، العضلات بهاي المنطقة. أما بالنسبة للثاني اللي هي هاي هنا راح نوضحها، اللي هي longitudinal اللي قلنا عليها inner longitudinal layer، وهنا inner longitudinal layer راح تقسم إلى salpingo pharyngeal و palito pharyngeal و stylo pharyngeal، ويعني تقسم إلى ثلاث أقسام اللي هي هنا أنا واضحة عندي stylo pharyngeal وعندي أيضا salpingo pharyngeal وعندي البلاتين فباليتو فارنجياس. اوكي ثلاثه لونجيتودينال تكون طوليه مثل ما تشوفوها، هاي وهاي وهاي هي تكون طوليه وتكون الى الداخل من يعني السيركولر تيجي تحيط بها من برا. واضح؟ اما بالنسبه الاكت مالتها it is act to shorten and widen the pharynx، تكون مسؤوله عن تقصير وتطوير يعني وتعريض الفارينكس، shorten and widen the pharynx. هاي بالنسبة للعضلات.
أما بالنسبة يعني هنا يمكن أنا بالشرح لخصت لكم يعني أكثر ما هو ملخص بالمكتوب لكم. المكتوب عندنا هو wall of the pharynx consists of، يعني عادة جدار البلعوم يحتوي لي على superior, middle and inferior constrictor muscles. دي عبارة عن fibers of these muscles run in somewhat circular direction، تكون عادة الاتجاه مالتها دائري. أما الـ stylopharyngeus and salpingopharyngeus muscles their fibers run in somewhat longitudinal direction. لكنه أنا دائما أحب أقسمها، تكون muscles of the pharynx مقسمة إلى قسمين نرجع نعيدها، اللي هي outer circular layer وتحتوي على الـ inferior والـ middle والـ superior constrictor، واللي هي شو تسوي construct to propel bolus of downwards. أما بالنسبة للـ inner longitudinal layer اللي هي اللونجيتيدينال تكون بالطول، تحتوي على السالبينجو فارينجيال والباليتو فارينجياس والستايلو فارينجياس، act to shorten and wide the فارينجياس. أرجو أن تكون واضحة. يمكن الرسم الثاني أيضا يوضح لي الطول والعرض اللي هي شون صايرة العضلات. هذا الرسم عندي جدا واضح، العضلات تشوفوه هنا تكون على شكل حلقات دائرية، والطولية تكون على شكل تكون بالطول. أوكي زين، عندي الفارينكس. هسه قلنا الفارينكس divided into، قلنا الفارينكس divided into three parts اللي هي النوزل فارينكس والأورال فارينكس واللارنجيال فارينكس. okay أورال ونوزل واللارنجيال فارينكس. نيجي على أول واحد اللي هو منطقة النوزل فارينكس. okay النوزل فارينكس this lies above the soft plate and behind the nozzle cavity. طلاب حاول انت هسه انت قاعد ودا تسمع المحاضرة مالتي، شنو الهارد بليت والسوفت بليت اللي هي موجود، شنو هي يعني صفيحة المعظمة وصفيحة السوفت الرقيقة اللي هي بسقف الفم. حاول بلسانك تمد على سقف فمك، حتشوف المنطقة كأنما عظم، بينما رجعها لي ورا اللي قريب على البلاعيم حتشوف المنطقة سوفت. هاي هي المنطقة السوفت، واضح؟ اللي هي لينة ما بها أي عظم. So it is lies above the soft plate and behind the nozzle cavity. إذن هو وين يقع؟ يقع في منطقة، خل أطلع القلم مالتي، هو حيكون بهاي المنطقة بالضبط. هذا هو الأورال كافيتي. أوكي هاي المنطقة، هاي الهارد بليت وهاي عندي soft plate، واضح؟ فهو يكون خلف يعني خلف السوفت بليت. الروف از ا كولكشن اوف لينفويد تشو، يكون السقف مالتها اللي هو هذا السقف مالتها هو عباره عن ا كولكشن اوف لينفويد تشو، مجموعه من الانسجه اللمفيه و عفوا انت سديت بس النت لان نسيته حتى ما تزعجني اشعارات. كولكشن اوف لينفويد تشو كولد ذا فارنجيال تونسل، نسميها الفارنجيال تونسل او الادينويد تونسلز. اوكي اذا الفارنجيال تونسلز او الادينويد تونسلز، الادينويد تونسلز اللي هي الوذ. اوكي فارنجيال تونسلز او الادينويد تونسلز. زين on the lateral wall is the opening of the auditory tube. الاوديتوري تيوب احنا شرحناها. اوكي شرحناها الاوديتوري تيوب. زين ايضا عندي هنا أنا. واضح عندي، واضح عندي. زين عندي بعدها هو الاورال فارينكس، الاورال فارينكس. اوكي هذا يمكن راح يوضح لي الاورال فارينكس. اوكي الاورال فارينكس this lies وين يقع؟ يقع behind the oral cavity، يقع بعد الاورال كافيتي. on the lateral on each side في كلا الجانبين راح توجد عندي الباليتوغلوسال and palatopharyngeal folds and the palatine tonsils between them. okay شوفوا طلاب هذا هو الباليتوغلوسال، هذا هو الباليتوغلوسال، وهذا هو الباليتوفارينجيال فولز، عبارة عن طيات بالجلد، وبيناتن عندي شنو؟ عندي البلاتين تونسلز اللي هي أني إذا طلاب اللي هي تكون بلاتين لوزتين أو ما تسمى بالبلعوم اللي متورم الغدد من يقولك ها بلاعيمي ورمت، ها تفتح حلقك وشوف أشياء بيضة عليها اللي هي عبارة عن تقيحات، هاي هي الباليتو بلاتين. اوكي واللي هي شنو هي التهاب اللي راح يسدد لي بها الفيفر، نوزل ايرواي اوبستراكشن، رينوريا يعني العين تدمع، انسداد بالانف وحراره عاليه.
أما بالنسبة للبلاتاين، يعني البلاتاين التهاب البلعوم والتهاب اللي يكون السيمبتوماتي عندي سورت ثروت، يعني بلاعيم عندي شوية ضايق بيها، حرارة، صعوبة بالبلع، سوالوينج، ريد تونسلز، التونسلز عندي هي الحويصة البلعوم تكون حمراء. أما إذا كانت عندك هيك تشوف بيها مثل الأشياء البيضة، من تشوف أشياء بيضة هاي معناتها باف عندي تقيح، واللي دائما عادة يكون بسبب نوع من أنواع البكتيريا هي ستريبتوكوكس. لهذا يقول لك من تشوف هذا النوع من التقيح ستريبتوكوكس، هاي البكتيريا تسبب لي هذا النوع من التقيح على البلاعيم. أحيانا يقول لك ها دير بالك ليصير عندك روماتيزم. الروماتيزم صحيح فعلا، لأن هاي البكتيريا تفرز نوع من السموم يروح يتركز بالمفاصل الجسم. وأحيانا إذا ظليت أنت مشلت بلاعيمك واستمر عندك الوجع يصير عندك روماتيك فيفر، اللي هي سببها الروماتيك هارت ديزيز، اللي هي تؤدي الى روماتيزم بالقلب، وبالتالي طبعا هو يسموه روماتيزم القلب اللي هو كلش خطر، ويسبب لك احيانا جلوميرولو نفرايتس اللي هو ايضا يؤدي الى التهابات بالكبيبه الموجوده بالكليه. لهذا انت صح تقول بلاعيم، لكن احنا كنا نعرف البلاعيم هي اول خط دفاع بالجسم، لهذا اي بكتيريا تدخل او اي التهاب راح تتورم، واذا استمر عندك التورم معناته نوع من انواع البكتيريا. طبعا هواي انواع بكتيريا معظمها اللي اكثرها هي الهيموفيلس انفلونزا اللي تسبب لي مشاكل بالرئه. اما بالنسبه للستريبتوكوكس تسبب لي مشاكل بالقلب اللي هي تسبب لي روماتيزم القلب والتهاب الكبيبه بالكليه. هاي بدي اشرح لكم كل حتى الحالات اللي لها علاقه بهالموضوع، لان هذا موضوع البلاعيم انتم تعرفون احنا حساس. وهسه بالوقت الراهن انا عندي ارتباط البلعوم مع الانف مع هذا جدا مهم، حتى خاصه هسه في وسط ازمه فيروس كورونا دائما يقول لك انت حاول غرغر او حاول تدخل بخار لانه هو راح يتركز بهالمناطق. فعلا هذا كلام كله علمي وصحيح ومضبوط، يتخزن فيروس كورونا في منطقة الجيوب الأنفية بالأورال كافيتي وبالنو اللارنجيال، أحيانا راح يروح للقناة الهضمية عن طريق الفارينكس، أو اللي هو يسبب لي يسموها أعراض سيمبتومز أوف كورونا فيروس 2 دايجستيف اللي هي الأعراض الهضمية، أو يروح لمنطقة الرئة اللي هي تأذي منطقة الرئة واللي مخيفة، أو اللي حالات القاتلة جدا اللي هي تروح للغدد اللي هي الغدد الأنفية بهالمنطقة. والغدد الأنفية مثل ما تعرفون هذول معظم الحالات اللي هي ستصير عندنا وفاة كورونا هم بسبب اللي هي راح يروح الفيروس يهاجم الغدد الأنفية ويعني يروح يتركز بكافة الغدد الأنفية الموجودة بالجسم، بالتالي يؤدي للوفاة. اوكي، واللي هي فقط تظهر اعراضها انه فيفر جدا حاده. تختلف طبعا اعراض الدايجستيف عن اعراض التنفسي عن اعراض الليمفاتيك. الليمفاتيك مجرد انه يحس حراره جدا شديده ووهن بالعظام والجسم، بينما حالات اللي رئويه اللي هي تكون عندنا تعرفوها التنفس، ضيق التنفس الحاد بالاضافه الى الفيفر. اما الحالات الدايجستيف اللي هو يصير عنده مغص معوي جدا حاد بالاضافه الى اسهال بالاضافه الى التقيؤ. اوكي، اما بالنسبه للاورال فارينكس قلنا عندنا ديسلايز تونسل بالاتاين، جينا بالنسبه الى هذا الموضوع. اما اللارنجيال فارينكس عندنا النوع الثالث هو اللارنجيال فارينكس، هذا هو اللارنجيال فارينكس. عندي ديسلايز بيهايند ذا اوبننج انتو ذا لارينكس، هذا يكون خلف اللارنجيال فارينكس، يعني منطقه مال البلعوم اللي هي لها علاقه باللارنجيال، يعني يكون بالضبط تقع خلف البوكس عندي الفويس بوكس اللي هي الحنجره اللارينكس. And the lateral wall is formed by the thyroid cartilage and thyroid thyrohyoid membrane. اوكي، زين عندي ايضا the piriform fossa. The piriform فوسة، شنو البيريفورم فوسة؟ البيريفورم فوسة عبارة عن طية أو فوت أو حفرة موجودة بهالمنطقة، which is important كلش مهمة. is a depression in the mucous membrane on each side of the laryngeal inlet. هي جدا مهمة. ليش عندي مهمة؟ which is important because it has a clinical related noted should be noted. ليش؟ لأن أحيانا مثلا أنت تأكل عظمة دجاج أو fish bone or chicken bone تحشر بهالمنطقة، فحسميني سبب لي حالة نسميها of chicken and ganging. okay، فتكون هاي المنطقة شوية مهمة حتى توضح عندي، سواء أنه تحشر أحيانا في chicken bones or fish bones. okay، زين عندنا blood supply. هاي هنا بس دا اوضح لك بهالصور، اوضح لك منطقة عندي هنا الابيغلوتس لسان المزمار، هذا الهايويد بون احنا اخذناه، هذا الثايرويد ممبرين، ادي الثايرويد كارتليج،
وعندي الحلقات اوف طبعا الكروكويد كارتلج، وايضا عندي حلقات التراكيا. اوكي زين، نيجي للبلد سبلاي اوف ذا فارينكس. البلد سبلاي اوف ذا فارينكس، خلينا نحضر قلمنا. البلد سبلاي اوف ذا فارينكس عندي الاسندينج فارينجيال ارتري، هذا هو الاسندينج فارينجيال ارتري. اوكي هذا الاسندينج فارينجيال ارتري، واضح اول واحد. والتونسيلر برانشز اوف ذا فيشال ارتري، تونسيلر branches of the facial artery، tonsillar branches هذني هذا هو اللي يتفرع tonsillar branches، و branches of the maxillary and lingual arteries، وأيضا branches of اللي هو axillary أو المaxillary، هذا هو نايت بدي فروع عندي مال axillary branches. okay إذن عندي ثلاثة ascending of pharyngeal arteries، tonsillar branches of the facial arteries، و branches of the maxillary and auditory arteries. اوكي نيجي على الثايرويد جلاند، عفوا نيجي على الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند قلنا الغده الدرقيه، طبعا طلاب الغده الدرقيه ايضا احنا تقريبا 3 ارباع العراقيين عندهم غده، شوف يا اما عنده هبوط بافرازات الغده الدرقيه او شوف عنده هايبر بافرازات الغده الدرقيه، صحيح؟ نيجي على هي الغده الدرقيه شنو هي الغده الدرقيه. ثايرويد جلاند اتس، طبعا هاي هي الغده الدرقيه، هاي هي الثايرويد جلاند. اتس ذا ثايرويد جلاند، طبعا هي شنو هي؟ تعتبر اكبر غده اندوكراين بالجسم. شنو اندوكراين؟ معنى اندوكراين معناته افرازها داخلي، يعني الهرمون مالتها يفرز مباشره الى الدم، واضح؟ الهرمون مالتها يفرز مباشره الى الدم. اوكي فاتس اندوكراين. ذا ثايرويد جلاند از وان اوف ذا لارجست اندوكراين جلاند ان ذا بودي and consist of two connected loop، متكونة من لوبين يعني فصين مع متصلين مع بعضهم connected loops of two connected loop. it is found in the neck، موجودة وين؟ موجودة بالعنق below the laryngeal prominence، موجودة تحت بالضبط تحت Adam's apple. okay the two loops left and right connected by thin middle، هذني اللوبين، هذا لوب عفوا هذا لوب وهذا لوب مرتبطين مع بعضهم connected to each other by a thin median azithma. طبعا هنا الازثما عندي ما مبين، هو هنا هذا وين الازثما يطلع هالشكل، صاير شكله ازثما overlying the second and fourth trachea ring، يعني موجودة في الحلقة الثالثة والرابعة. okay each loop خل أعطيكم الصورة الثانية، هذه هي الصورة الثانية، هاي thyroid gland مالتي، هاي loops وهذا loops، هذا هو الازثما زثما. اوكي مرتبط مع عندهم. each loop is a pyramidal، شكلهم شلون يكون؟ شكله هرمي مثل ما تلاحظون، شكله each loop كل loop شكله هرمي، هذا loop وهذا loop شكله هرمي pyramidal in a shape which is apex، الapex مالته يعني المرتفع مالته، هاي الapex، هاي الapex وينها؟ apex directed upward، تكون متوجهة للأعلى while its base directed downward، بينما القاعدة مالتها تكون للأسفل. the isthmus is a narrow part of the gland، هذا هو الإزثماس. شنو هو إذا الإزثماس؟ it is a narrow part of the gland connecting the two loops of the thyroid gland. a small pyramidal loop projecting upward from the isthma is often present on the left of the midline، واضح. نيجي على relations of loops، ما اعرف عندكم هنا او لا، اي اوكي عندنا موجوده. شوفوا طلاب دائما اني حتى اشوف الارتباط مع اللوبس مع بعضها اخذ مقطع عرضي، فهسه اني ماخذه وين؟ مقطع عرضي بمنطقه النك، مقطع عرضي يعني جيت العنق وقصيته. شلون من تجي انت تقصه بلو مو بالطول، تشرح بالعرض، فاني اخذت مقطع عرضي وين ما اخذت؟ ما اخذت بالفقره رقم 6، واضح. ايش راح اشوف؟ راح اشوف انتيريرلي عندي للامام، من الامام ايش عندي؟ انتيريرلي ذا ستيرنو ثايرويد، عندي منطقه العضلات اللي هي هاي، هاي هذني كلهن الجوزيه، هاي منطقه العضلات، هذا كله بالامام ستيرنو ثايرويد والسوبيريور بيلي اوف ذا اومو هايويد وستيرنو هايويد وستيرنو كليديو مستويد. اوكي اللي هي العضلات الموجوده بالنك. اما بوستيريرلي للخلف هي the carotid sheath
with the common carotid artery, the internal jugular vein and the vagus nerve. اوكي اما posteriorly راح اشوف هذه، هذا posteriorly اللي هنا شنو عندي بالشيث، هذا carotid sheath، يعني عباره عن carotid sheath يحتوي لي common carotid artery ويحتوي لي على الانترنال جوجولار فين وبالاضافه الى الفوغس نيرف. اذا حيحتوي لي النيرف والفين والارتري، واضح اللي هي تجهز لي بهالمنطقه اللي هم من هو كمان كاروتيد ارتري والانترنال جوجولار فين والفوغس نيرف، واضح. اذا راح اشوف انتيريرلي العضلات اللي هي ستيرنو ثايرويد والسوبيريور بيلي اوف ذا اومو هايويد والستيرنو هايويد والستيرنو كليديومستويد. اما posteriorly الى الخلف راح اشوف، راح اشوف الكاروتيد شيث اللي يحتوي لي على الفين والنيرف والعصب. ميديالي بالنص انا ايش راح اشوف بالنص؟ راح اشوف اللارينكس، اوكي راح اشوف اللارينكس التراكيا الفارينكس الايزوفيغاس بالاضافه ان ذا جروف عندي بالاضافه ان ذا جروف اللي هو طبعا هاي شنو هي عفوا هاي هيك شي مشعفره، هاي الثايرويد جلاند اوكي، وهاي التراكيا وهذا الايزوفيغاس بالاضافه ان ذا جروف between the ايزوفيغاس اند ذا تراكيا ان ذا ريكيرنت لارينجيال نيرف. اوكي راح اشوف الريكيرنت لارينجيال نيرف، واضح زين. هذا هو بالنسبه للريليشن اوف لوبس. زين نجي على البلاد سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند، بلاد سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند. طلاب البلاد سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند، اني عندي البلاد سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند قبل ما ابدي اشرح، تتذكرون احنا من شرحنا السوبيريور ثايرويد ارتري، هو طبعا السوبيريور ثايرويد ارتري اللي هو كان يجي منين؟ يجي لي من الاكسترنال كاروتيد ارتري، اوكي من هو كان للنازل، والكسترنال كاروتيد ارتري قلنا هو يحتوي على ثلاثه اللي هو النازل هو السوبيريور ثايرويد ارتري واللينجوال ارتري والفيشل ارتري، اذا تتذكرون اللي شرحناها بالمحاضره السابقه. قلنا الاكسترنال كاروتيد ارتري يحتوي لي على السوبيريور ثايرويد ارتري اللي هو ينزل لي جوه ويجهز لي منطقه الثايرويد جلاند، والفيشل ارتري واللينجوال ارتري. اذا اني عندي التجهيز مالتي هو من السوبيريور ثايرويد جلاند، والسوبيريور ثايرويد جلاند ايضا راح يتفرع الى فروع اللي هي انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. اوكي الانتيريور ديفيجن يقابل الانتيريور ديفيجن من الجهه الثانيه اللي هو يعني الايمن مع الايسر، والبوستيريور ديفيجن حيقابل الانفيريور ديفيجن. اوكي اما العفو الارتري الثاني فهو الانفيريور ثايرويد جلاند. اذا عندي السوبيريور ثايرويد جلاند وعندي الانفيريور ثايرويد جلاند، و inferior thyroid gland منين دي يجي لي؟ يجي لي من posterior border، يعني راح ينشأ من thyrocervical trunk اللي هو first part of the subclavian artery. okay ويكون دائما مصاحب للrecurrent pharyngeal nerve ويجهز supply base the posterior surface of the thyroid lobe. طبعا اكو فرع ثالث، اكو فرع ثالث مو كلهم، هذا الفرع الثالث هو موجود بتقريبا 3% من البشر فقط، واللي هو صاير بالضبط هنا انا. اوكي هيك صاير بالضبط، هذا شلون اني طلعته؟ ينشا من منين؟ هو عباره عن single arteries arising from the aortic arc of the brachiocephalic trunk present only in 30% of cases and it ascending a front of the trachea to reach the asthma. واضح يكون منا ينشا من السبكليفيان، من السبكليفيان ارتري، من السبكليفيان ارتري ويصعد لي فوق بهالطريقه يجهز لي منطقه الازثما او من هذا، ويكون موجود فقط في 3% من البشر. اذا طبعا اني اذا كتبتوه ما كتبتوه هو ما يعتبر غلط، لكن اللي يكتب لي هذا الفرع الثالث اللي هو اسمه ثايرويد ايمو ارتري اللي يكتب لي انطيه درجه زياده من اجي اقول لك اشرح لي البلاس سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند. اذا عندي البلاس سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند يحتوي لي على شو يحتوي لي؟ يحتوي لي ذا سوبيريور ثايرويد ارتري اللي which is a branch of the external carotid artery descending to each loop accompanied by the external laryngeal nerve، والثاني هو الانفيريور ثايرويد ارتري a branch of the thyrocervical trunk ascending behind the gland to reach the posterior border of the gland. أما الثالث اللي هو يكون بثلاثة بالمئة فقط من الحالات أو من البشر اللي اسمه thyroid emo artery، ويكون arise from the subclavian brachiocephalic trunk
اوكي بريكيو فروم ذا اورتيك ارك اور بريكيو سيفاليك ترانك، واضح؟ ويكون يصعد لي فوق present only 3% of the cases it ascending to front of the trachea to reach the asthma. اوكي اذا الفرع الثالث اسمه الثايرويد ايمو ارتري، a single artery arising from aortic arc or brachiocephalic trunk present only in 3% of cases and it is ascends in front of the trachea to reach the asthma. وطبعا عادة لازم نلاحظ عند بعض الحالات اللي يصير عندي استئصال بها الغدة الدرقية لازم ينتبهون جائما ينتبهون معظم الأطباء على الحالة الربط السوبيريور والإنفيريور لأنه يعيد ربطهم بعيد عن الريكارنت لارينجيال نيرف لأن يكون دائما هذه الارتريز هي مصاحبة للريكارنت لارينجيال نيرف هذا العصب اللي هو يغذي لي هاي المنطقة وإذا صار عندي قطع أو ربط بهذا العصب حتى ما أربطه يعني ما أربطه مثل من أربط الانفيريور والسوبيريور زين يعني إذا ربطته راح يصير عندي مشاكل بالصوت وبالتالي فقدان الصوت يعني هذا العصب يجهز لي منطقة اللارينكس بوكس واضح إن شاء الله يكون البلس سبلاي عندي و ان شاء الله يكون واضح اما النيرف قلنا سبلاي يكون اذا هو النيرف سبلاي عندي بالريكارنت لارينجيال نيرف which is across either inferior or behind the inferior thyroid artery ولهذا اني وضحت لكم قلت لكم انه لازم انتبه على هذا العصب جدا في حالات اللي الحالات اللي يصير عندي بها عمليات استئصال الغدة الدرقية ننتبه جيد جدا على هذا ينتبهون على العصب لانه يكون دائما مصاحب للشريان اللي مني فمن يعقد الشريان والوريد لازم ينتبه انه ما يعقد النيرف لانه النيرف جدا مهم وبالتالي يؤدي الى مشاكل بالصوت زين اما بالنسبه للفين فروم ذا ثايرويد جلاند الفين اللي جهز لي ثايرويد جلاند عندي هي السوبيريور ثايرويد فين اللي هو درين انتو ذا انترنال جوجولار بس خلي اطلع قلمي عندي السوبيريور ثايرويد هذا هو السوبيريور ثايرويد فين وين يصب بالانترنال هذا هو الانترنال جوجولار فين والميدل ثايرويد هذا هو الميدل ثايرويد فين ايضا يصب بالانترنال جوجولار فين اما بالنسبه للانفيريور هذول الانفيريور راح يصبون درين انتو ذا ليفت بريكيوسيفاليك فين ان ذا ثوراسك هذا هو ذا ليفت بريكيوسيفاليك فين اذا كل واحد من عندهم وين يصب لازم انتبه عليه بالضبط وين يصب زين اوكي زين نحكي بعض الابلايد الحالات الابلايد اناتومي يعني حالات السريريه عاده الغده الدرقيه اما يصير عندي بها تضخم اللي هي يسموها جولتر اللي اذا شايفيهم يصير عندهم شلون الانتفاخ بمنطقه البلعوم منطقة البلعوم يعني شوف اللي هي الغدة عنده متورمة الغدة الدرقية مالته متورمة جدا اللي هي حالة من يشوفها الطبيب رأسا يصيح لها جولتر اللي هي شلون كرة الجولف هنا يصيح لها جولتر is a disease of enlarged thyroid gland هو مرض السبب من عنده هو تضخم الغدة الدرقية هذا أول واحد وإحنا الحالة الشائعة عندنا اللي هي الهايبرثايرويدزم والهايبوثايرويدزم اللي هي حالات ارتفاع إفرازات الغدة الدرقية اللي هو تكون ثايروتوكسيك اللي هي اللي عندنا الهايبرثايرويدزم هي ارتفاع إفراز الغدة الدرقية اللي يكون سامة ثايروتوكسيكوسيس اللي يكون دائما نشوف الشخص متوتر حرارته مرتفعة جدا يصير عنده يتعرق بشكل كثير رعشة أحيانا يأكل هواية يصير عنده جحوظ بالعين طبعا هو يأكل هواية لكن هو كلش ضعيف يصير عنده جحوظ بالعين أما بالنسبة للهايبوثايرويدزم ثايرويدزم اللي هو حالة الانخفاض إفراز الغدة الدرقية اللي هي تكون مكسوديميا عادة يسموها حالة مكسوديميا اللي هي يكون الشكل الشخص وزنه يعني وزنه هواية وتشوفه خامل ويخاف من الضوء نضوج من الضوء بردان دائما يبرد برغم هو سمين كلش اوكي هاي يسموها قلة افراز هرمون الغدة الدرقية زين اللارج ثايرويد جلاند احيانا تضخم الغدة الدرقية يؤدي لي الى بعض الضغط يعني انت صار عندك تضخم بالغدة الدرقية ايش راح يسبب لي يسبب لي حالات مرضية اخرى يعني مثلا يا اما يضغط على تراكيا فيؤدي لي صعوبة بالتنفس او يضغط على الايزوفيجاس هنا حيسوي لي صعوبة بالبلع ايضا احيانا شي يسوي لي يضغط على العصب اللي جهز الفوكال فويس يعني راح يضغط على عصب الريكارنت لارينجيال نيرف وبالتالي شو راح يسوي لي راح يسموها الهورسنس اوف فويس
سموها الصوت يطلع شلون الصهيل، صهيل الخيل، اوكي. واللي يكون دائما السبتوم مالته الم شديد جدا بهالمنطقه. هاي حالات الغده الدرقيه اللي هي الحالات الشائعه عندنا جدا جدا. طبعا النير سبلاي او في الغده الدرقيه يكون النير سبلاي الغده الدرقيه هي فروم ذا 3 سيرفيكال سمباثيتك جانجليا. نيجي على البارا ثايرويد جلاند، اوكي. البارا ثايرويد جلاند شنو هي؟ البارا ثايرويد جلاند، البارا ثايرويد جلاند هاي النقاط اللي انتم تشوفوها قدامكم هنا، ذني وينهن. بارا ثايرويد جلاند هي ار افويد اوفويد بوديز، عباره عن اجسام بيضاويه شكل، اند ذي ار فور ان نمبر، عددها 4، ار كلوزلي ريليتد تو ذا بوستيرير بوردر اوف ذا ثايرويد جلاند لاينج وذين ذا فيشل كابسول، اوكي. موجوده ضمن الغده الدرقيه ويكون على حدود الغده الدرقيه وموجوده بهالمنطقه، اوكي. البلد سبلاي طبعا هي باراثايرويد، لها علاقة بثايرويد جلاند، وحدة متعلقة باللخ. نجي على البلد سبلاي، لها البلد سبلاي للباراثايرويد جلاند. The arteries supply to the parathyroid gland is from the superior and inferior thyroid gland. إذا عندي it is the same supply of the thyroid gland. نفس اللي جهز لي thyroid gland هي نفس الجهز للparathyroid gland. أما بالنسبة للvenous drains it is onto the superior, middle and inferior thyroid veins. طبعا بعض الحالات السيرجيكال هي during the thyroid اكتومي اللي هي surgical removal of thyroid gland، أثناء حالات الجراحة للغدة الدرقية. posterior part of the each thyroid loop is preserved avoid remove the parathyroid gland. يجب أنه ما نشيلهم لأنه مهم بالتزويد، يعني نحاول عادة ما نشيل الجزء الخلفي من الثيرويد جلاند. عادة دائما من يشيلون الغدة الدرقية يعوفون هذا الجزء اللي هي parathyroid فقط، يحاولون يعوفوها، يعني يشيلون هذا الجزء ويعوفون هاي. ليش؟ لان هذا الباراثايرويد جلاند جدا مهمه بالتزود بالكالسيوم، يعني بسحب الكالسيوم من الدم وبالجسم، فهي يعني فشي كلش مهم، لهذا يحاولون يتجنبون من يشيلون الباراثايرويد جلاند، اوكي. نجي على التراكيا. التراكيا طلاب يعني هي مو صعبه وواضحه جدا وسهلة عليكم. نجي على القصبات الهوائية اللي هي هاي التراكيا. It is a cartilaginous and membranous tube that connect the pharynx and larynx to the lung. Begins at the lower border of the crocoid cartilage at the level of the sixth cervical vertebra. It is allowed the passage of air. Okay. هي تسمح بمرور الهواء إلى الجسم، وهي عبارة عن حلقات تكون غضروفية وجزء منها يكون مو غضروفي. وأنا أعتقد سابقا سألتكم أنه هي آسفة جدا المقاطعة تكون ليش غضروفية، ليش تكون مقطوعة، يعني ليش تكون كاملة حلقات كاملة. وعرفنا انتو قلتوا لي اولا حتى تساعد على المريء حتى من يدخل الغذاء، لهذا ما تكون حلقات كاملة، اوكي. وكانت اجابتكم جدا صحيحة. under the larynx بالضبط تحتها، من انزل تحت البلعوم راح تبدي تتفرع عندي. under the larynx voice box it runs down at the sternal angle opposite the disc between the fourth and fifth thoracic vertebra. The trachea divided into two smaller tubes. طبعا تبدي تتفرع في منطقة الفقرة الصدرية الرابعة والخامسة، تتفرع إلى قسمين وبعدها إلى فروع برونكاي، نسميها برونكاي، كل واحدة من عندهم تروح إلى lungs. واضح؟ نجي على related trachea in the neck. إذا أخذ مقطع أرضي بهالمنطقة لكنه أخذه بمنطقة تختلف، هناك أخذته بالفقرة رقم 6، هنا راح أخذه منطقة شوية للأسفل، راح نشوف anteriorly للأمام اللي هو عندي الأزيثما of the thyroid gland، لكن posteriorly عندي راح أشوف عندي posteriorly right and left recurrent laryngeal nerve والأيزوفيغاس، بينما laterally نشوف loop of the thyroid gland، okay. الثايرويد جلاند هذني وينهن؟ هذني اللوبس اوف ذا ثايرويد جلاند، وهذا الايزوفيغاس، وذني الكاروتيد شيث اللي هي تحتوي كونتنت مالته عندنا الفين والارتري والنيرف.
اوكي. زين نيجي على blood supply of the trachea. اللي blood supply of the trachea from the inferior thyroid arteries اللي هو upper two third، اول ثلثين من التراكيا يجهزها ال inferior thyroid artery، وال lower third الثلث السفلي راح يجهزه ال bronchial artery. اوكي اول ثلثين يجهزهم، اول ثلثين يجهزهم الأبر تو ثيرد يجهزهم الانفيرير ثايرويد ارتري، والثلث السفلي من التراكي راح يجهزه البرونكال ارتري. اوكي اما بالنسبه للايزوفيجاس، هذا هو الايزوفيجاس. ات از ا ماسل سكولار تيوب اباوت 25 سنتيمتر لونج، يعني هو عباره عن انبوب عضلي اكستند فروم ذا فارينكس تو ذا ستومك، من البلعوم يمتد من البلعوم الى المعده. بيكينز ات ذا ليفل اوف ذا كريكويد كارتليج opposite the body of the sixth cervical vertebra. It commences in the midline, but as it descends through the neck it inclines to the left side. يبدي شوية من ينزل لي جوا ينحني شوية على منطقة الجزء الأيسر من الجسم. من أجي أخذ relationships بهالمنطقة، يعني أخذ مقطع عرضي راح نشوف التراكيا، راح نشوف انتيريالي للأمام، أشوف التراكيا وأشوف الريكارنت لارنجيال نيرف. أوكي هذه النقطتين، هاي النقطة وهاي النقطة هي الريكارنت لارنجيال نيرف. posteriorly راح أشوف prevertebral layer of prevertebral layer of the deep cervical fascia، هذاني هنا في vertebral layer of cervical fascia و prevertebral muscles. أما laterally loop of the thyroid، هذاني loop of the thyroid gland، وبالإضافة إلى الكاروتيد شيت ذني ومع الكونتنت مالتها اللي هي الأرتري والفين والنيرف المجهز لها. اما بالنسبه للبلاد سبلاي اوف ذا ايزوفيجاس، البلاد سبلاي اوف ذا الايزوفيجاس يعني التجهيز الدموي لمنطقه المريء راح يكون فروم ذا انفيريور ثايرويد ارتريز. اوكي فروم ذا انفيريور ثايرويد ارتريز. ان شاء الله تكون المحاضره واضحه. شكرا جزيلا لكم، واسفه طبعا المقاطعات، وايضا اسفه على سرعه لان حتى ما يصير وقتها طويل واقدر انزلها، وان شاء الله اشوفكم باكر حتى اشرح لكم اياها لايف.